أليس لي ملك مصر؟ مصر اللي هي القاهرة زي ما كنا بنقول، ولا مصر اللي هي البقعة اللي من هنا الأسوان؟ تبقى هو دي ملكه. قال له لو ملك حتة يبقى يعني، إنما ملك الإيه؟ ملك مصر. وهذه الأنهار تجري من تحته. نمسك قبل ملك مصر، مصر دي اسم علم على هذه البقعة، وهي مكونة من ثلاثة حروف. لأن الاسم في اللغة عندنا يجي على ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة إن كان مجردا، وإن زيد فيه فإلى سبع حروف. فإذا مصر جاء من أقل تكوين الحروف، يعني لفظ سهل، وخصوصا إذا كان هي أولها مكسور وأوسطها ساكن، الساكن يدي خفة، يبقى كلمة مصر دي موسيقية دلت على الأصل. أدي واحدة. نقول أليس لي ملك مصر، الكلمة الجميلة الحلوة دي. ولذلك تجد مقدسات الله في الأرض، مكة ومدينة، ده مكة والمدينة مذكور، مكة مرة واحدة في القرآن وبكة أدي اثنين، والمدينة مذكورة الله، ومصر يذكرها خمس مرات في كتابه، في كتاب معجز يقرأ تعبدا في كل وقت. الله تعالى كده، أليس لي ملك مصر؟ هذه واحدة. وبعدين قال إيه؟ وقال الذي اشتراه من مصر، هذه اثنين مش كده؟ هذه واحدة. وهبط، لا لسه، مصر دي أصلها هبطوا مصرا، فيها بالتنوين لها كلام تاني. يبقى الأول إيه؟ هو اللي قال أهو، أليس لي ملك مصر؟ أدي جت في القرآن مصر، أدي واحدة. وبعدين وقال الذي اشتراه من مصر، أدي الثانية. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الله، يبقى كم حاجة دلوقتي؟ الله، يبقى إيه الكلمة الحلوة الجميلة اللي جرسها حلو دي تيجي بالشكل ده، وبعدين اهبطوا مصرا بالتنوين. ليه؟ اشمعنى دي مصر ودي مصرا؟ ولذلك بعض العلماء قال لك اهبطوا مصرا يعني أي مصر فيه اللي أنتوا عايزينه، لكن لما أقول أي مصر ألا تدخلوا فيه مصر أيضا؟ ها؟ تبقى طبعا داخلة. يبقى إذا القرآن يجيبها قرآن يتلى ومعجز وفي اللوح المحفوظ، إيه ده مصر؟ إيه دي الشغلانة دي؟ أليس لي ملك إيه؟ ملك مصر. أدي واحدة. وهذه الأنهار تجري من تحت. انت لما شفت نهر النيل في مصر بقى واحد دلوقتي، او يشقق اثنين للفرع الصغير والفرع اثنين بس، انما كلمه انهار يبقى جمع. فايه الانهار دي؟ قال لك لما واحد يحب يوسع رقعه مكان، بيشرف مكان فيه اللي بيبقى يطل على مين؟ على البحر. فتعملت خمس لفات للبحر علشان يبقى كم شاطئ عندنا؟ يبقى عشر شواطئ، فكل واحد يتمتع بالايه؟ بالبحر، تتسع كده وتعمل بحر. الانهار جمع نهر، يبقى لازم يكونوا اكثر من ايه؟ اكثر من اثنين.